خلونا نشوف من خلال من عينين زمايلنا في الشارع، زمايلنا المراسلين، ايه اللي رصدوه قبل نهاية الحظر، او عفوا قبل بدء الحظر بدقائق، نشوف حركة الناس في الشوارع بيلتزموا ازاي. خلونا نبدأ من محمد رياض. ومحمد رياض كان موجود في ميدان رمسيس قبل التطبيق الحظر بعشر دقائق. مساء الخير عليكم، تحياتي لكم. أرصد لكم من خلال هذه الرسالة قبل تقريبا ساعة من تطبيق حظر التجوال الذي يتم في تمام الساعة التاسعة. أتواجد في ميدان رمسيس، هذا الميدان الذي من المعروف أنه واحد من أشهر الميادين في وسط القاهرة، نظرا لأنه يوجد به محطة سكة حديد مصر، بالإضافة إلى أنه ينتشر حوله العديد من مواقف الميكروباصات التي يأتي إليها عدد كبير من المواطنين للذهاب إلى المحافظات أو القادمين منها. قبل أزمة انتشار فيروس كورونا كنا نجد ميدان رمسيس في هذا التوقيت مكتظ بالمواطنين، سواء كانوا للراغبين للذهاب إلى أي من المناطق داخل القاهرة أو إلى المحافظات، وبالتالي المشهد الآن هو سيد الموقف، حيث تظهر لنا الصورة خلو المواطنين والهدوء والسكون هو سيد الموقف في ميدان رمسيس. خدنا جولة في المناطق المحيطة، ومنها منطقة الطاهر ومنطقة العباسية وأيضا منطقة غمرة، وجدنا أيضا هناك عدد قليل جدا من المواطنين هم المتواجدين في الشارع، وبالتالي ميدان رمسيس في هذه اللحظة هو خالي تقريبا من المواطنين، ما عدا حركة بسيطة جدا من السيارات والميكروباصات، وهو إن كان يدل على شيء فهو يدل على التزام المواطنين بقرارات الحكومة في مظهر حضاري بشكل كبير وبشكل تام، يظهر التزام المواطنين بهذه القرارات. هذا هو المشهد لدي من ميدان رمسيس، وإليكم أعود مرة أخرى، تفضلوا. شكرا زميلنا محمد رياض، كان موجود في رمسيس قبل بدء الحظر بعشر دقائق. أما زميلتنا هدير جميل فكانت برضو موجودة في مدينة نصر قبل بدء الحظر بعشر دقائق. خلونا نشوف كانت بتتابع ايه. تحياتي، أتواجد الآن بشارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر، ربما أقل من نصف ساعة تفصلنا عن موعد بدء تنفيذ العمل بحظر التجوال. الشارع هنا من المتعارف عليه في ظروف المعتادة أنه من أكثر الشوارع ازدحاما ربما في القاهرة الكبرى، نظرا لكثرة المطاعم والمحال التجارية المنتشرة بطول الشارع، إضافة لعدد كبير من المراكز التجارية المجاورة هنا في المنطقة، إلا أن الوضع الآن كما ترصده لنا عدسات الكاميرا مغير تماما للمعتاد، فهناك سيولة مرورية كبيرة، عدد قليل جدا نسبيا للعدد المتعارف عليه من الزحام وكثرة السيارات تتواجد في الشارع، عدد قليل من المرة أيضا معظمهم في الاتجاه لمنازلهم. ربما أيضا المنطقة هنا وتحديدا ميدان الساعة على بعد أمتار قليلة من المنطقة التي أتواجد فيها الآن في بداية شارع عباس العقاد، تعتبر نقطة التقاء لأنواع مختلفة من المواصلات العامة يقصدها ساكني وزوار المناطق المجاورة، إلا أن أيضا كل هذه المواصلات العامة اتجهت في رحلاتها الأخيرة على مدار تحديدا النصف ساعة الماضية. هذا هو المشهد لدينا قبل بدء ساعات الحظر في تمام الساعة التاسعة مساء. إليكم هدير جميل، زميلتنا في مدينة نصر كانت موجودة برضو بتنقل لنا إيه اللي بيحصل في مدينة نصر قبل بدء الحظر بعشر دقائق. عموما حتى وإحنا في طريقنا للشغل قبل بداية الحظر بنشوف إزاي إن الشوارع فعلا فاضية، الناس ملتزمة إلى حد كبير، مش إلى حد كبير، لأ إلى حد أكبر كمان من الكبير، ربنا يعني يا رب يبعد عننا وعنكم كل شر.